دويت مع المحامي باش نهائيا. اذا كانوا صور قليله في حق يعني الفنان ديالنا، لان تبارك الله عنده مجموعه من الاعمال كثيره سواء المسرحيه او التلفزيونيه. كان اعمال مميزه ديال لوبير جلوزين اللي شارك فيهم مشاركه طيبه. عاود عليك السي احمد. ماشي. اذا السي احمد، وحنا كنتكلموا على الوضع ديال السينما المغربيه والتلفزيون المغربي، فبغينا نعرفوا انت تبارك الله اشتغلتي في مجموعه من الاعمال المسرحيه، من بين هذه الاعمال كلها هي الغيب الغاه، ايضا قدام الرباح، وجوه الخير، واللي كانت ايضا مشاركه مع الفرقه الوطنيه ديال المسرح. فبغينا نعرفوا علاقتك مع سي محمد الجام، علاقتك ايضا كيفاش كانت مع احمد الطيب العلاج، ايضا الفنان يعني طيب صديقي، كيفاش كنتوا كتشتغلوا، كيفاش كانت هذه الاعمال، خاصه وحنا سمعناكم من خلال سلسلات اذاعيه وكانت تجارب زوينه، وانت ايضا في الثمانينات كنت موظف الاذاعه الوطنيه. وفي الحقيقه هي علاقه حميميه يعني ربطنا مع هذا الرواد اللي كان بيناتنا واحد النوع ديال الاحترام، واحد النوع ديال العمل الجيد، وكنا يعني يد واحده يعني اي عمل الا وكنكونوا كنناقشوه وكنخدموا به، وكنكونوا يعني اننا عندنا رغبه باش نشتغلوا في ذاك العمل. طبعا العمل جيد. فانا كنظن على ان يعني هذوك الناس يعني كان واحد شويه ديال الابداع، وكانت يعني نوعيه ديال الخدمه كنخدم بالنفس يعني بالقلب، يعني كنحبوا هذاك الميدان وكنخلصوا ليه. يعني دابا الان يعني هاد الشباب تبارك الله واعي مثقف على بال، يعني كاينه التقنيه المعتبره، كاين المخرجين شباب، كاين غير خاص ديال الاحتكاك، يعني يكونوا يحتكوا بدوك الناس الرواد القدام. هذا هو اللي يعني هنا نقدروا نهضروا على التجربه ونقطه شرتي لها زوينه ديال الابداع. واش نقدروا نقولوا ان الابداع اليوم في الاعمال بدينا كنشوفوه تجاري اكثر ما هو ابداعي في الاعمال ديالنا، يعني سواء التلفزيونيه او السينمائيه او ايضا المسرحيه؟ لا، هي هو الابداع التجاري غالب شويه، يعني لان قديم كان يعني كنا كنخدموا بواحد يعني نوع ديال الفن من اجل الفن. دابا يعني كاينه اعمال، ولكن الاكثريه كتكون فيها نوع ديال التجاره، لان دابا كاينين الفلوس. وقتنا حنا ما كانوش الفلوس. يعني كانوا يعني في المجال السينمائي والتلفزيوني. سيدي احمد. سيدي احمد، وحنا كنتكلموا على العمل والجوده ديال العمل، بغينا نعرفوا يعني شحال هذه كيفاش كنتوا نتوما كتشتغلوا، واش كنتوا كنا كنعرفوا مثلا ان كاينه فرقه مثلا ديال المسرح، هذيك الفرقه ديال المسرح كتشتغل مع بعضها في عمل تلفزيوني، يعني كيكون ذاك العمل متكامل، ويعني الاشتغال على طريقه يعني الفرق. اليوم كنشوفوا مثلا ممثل من هنا وممثل من هنا وممثل من هنا، واش نتوما كنتوا دائما كتعتمدوا هاد الفرق هادو اللي كيشتغلوا على الاعمال المسرحيه والسينمائيه ايضا والتلفزيونيه عكس ما هو اليوم واقع؟ هو العمل هو اللي كيجمع. يعني كتكون الفرقه مجموعه راه كيكون العمل، ولكن الا جبنا واحد من هنا وواحد من هنا، ولكن راه واحد المده كيدوزوا، يعني كيكون واحد النوع ديال الاحتكاك. نعم، كيولي الاحتكاك. بغينا نديروا مسلسل او لا، هذه يعني الحلقات اللي فيها هذوك الممثلين راه ماشي غير اجي السلام عليكم وعليكم دول كيكون واحد الفتره ديال النوع ديال التمرين، كتمرين حتى كيكون انسجام او لا كيكون المشهد طيب، يعني كل شيء دايز بامان الله عاد كيتصور. نعم. او لا العمل المسرحي حتى كيطيب، ونعم سيدي كيكونوا العناصر كلهم يعني ممتازين، وكيكون التكست محفوظ، وكيكونوا ناقصين الحاجات اللي خايبين كيتحيدوا، والمزيانين كيبقاو، وكنضيفوا شي حاجه باش شويه الملحه باش يبنان داك، عاد كيمكننا ندوزوا العرض. نعم، ماشي غير
نعم، يعني هذا الاحتكاك هو مهم ديال الفرق، يعني ممثل وممثل كيكونوا كيتلاقاو، كيكونوا اصدقاء، كيكونوا كيتقهوا مجموعين، كيكونوا كيخرجوا، كيكونوا كيهضروا، الكل كيعرف الشخصيه ديال الاخر، كيعرف يعني الايجابيات والسلبيات ديال الشخص والشخصيه ديالو، باش هكا كيكون داك العمل المتكامل. تجربتك سي احمد الناجي كمقدم مسلسلات اذاعيه، وهذه تجربه اللي ما خاضوهاش فنانين بزاف، لان جات في واحد الفتره من الزمن تنظن في 92 93 كانت واحد الظاهره كبيره ديال المسلسلات الاذاعيه، وكنا كنسمعوا صوتك يعني تبارك الله الخام من خلال الاعمال هذه. فبغينا نعرفوا الاضافه اللي كتضيف للفنان يعني هذه التجربه هذه الاذاعيه، وفي نظرك انت كفنان واش مع انها التجارب الاذاعيه تكون مازال ولا لا؟ يعني ما بقيناش كنشوفوها بزاف، بقاش كاينه في الاذاعات بزاف. لا هي استاذ واحد القضيه. التمثيل الاذاعي اصعب لا من التمثيل السينمائي ولا من التمثيل التلفزيوني. علاش؟ انا غنقول لك علاش. لان ملي كتكون في التلفزيون يعني كتصور المشهد عده مرات، يمكن جوج لقطات او ثلاثه كتكون فيهم ماشي هو، ولكن اللقطه الخامسه ولا السادسه كتكون مزيانه هي اللي كيحتفظوا بها. كذلك بالنسبه للسينما. اما الاذاعه صعيب، الاذاعه ما عندك الجمهور او لا عندك الكاميرا هو الميكرو. يعني خاصك تبين داك الشخصيه من خلال الصوت. يرضي عليك، يعني داك التجاوب مع الميكرو هو التجاوب مع داك الشخص. يعني صعيب. صعيب يعني التعامل مع الميكرو كانه هو السيد او لا هو السيده اللي كتناقش معاه او لا كتحاور معاه. يعني الاذاعه صعيبه، يعني التمثيل الاذاعي صعيب، يعني خصو شويه ديال احتكاك وتجربه وسمو عادي يمكن لك. حنا ملي كنا التحقنا بقسم التمثيل ديال الاذاعه يعني كنا كنشوفوا الحاج العربي الدغمي، محمد حسن الجندي، محمد احمد البصري، حمادي عمور، حبيبه المذكوري، امينه رشيد، صفية الزياني، واحد المجموعه يعني كنبقاو حنا غير كنشوفوا. لكن شو عطاونا الادوار يعني حتى كدوز واحد مده طويله تقريبا شهور ولا 7 شهور، وحنا يلاه كناخذوا دوك الادوار الصغيره حتى كنحتكوا مزيان عاد كيتعطانا الدور. لانه صعيب. صعيب يعني نعم. الاذاعه بالنسبه للميدان الدرامي يعني صعيبه بزاف. وهذا الشيء اللي كل الكرام ما يعرفه غير اللي كيزاولها، يعني راه بحال المذيع مثلا، المذيع راه صعيب يعني كيوجه يعني الكاميرا ويوجه الميكرو ويوجه، يعني كيكون واحد النوع شويه ديال على ان ذاك الفنان كيخصو ينسجم مع ذاك الميكرو وينسجم مع ذاك الاجواء واحد الفتره يعني قدامك. يعني حتى الطريقة ديال الإلقاء وطريقة ديال التواصل مع المستمع ما كتكونش سهلة. سي أحمد الناجي، أنت عشتي واحد الفترة كبيرة وعلاقتك كبيرة بالمسرح. سؤالي ليك بكل صراحة، في نظركم من موقعك أنت كممثل مغربي محبوب عند الناس، واش المسرح اليوم مازال عنده بلاصتو في المجال الفني، ولا نقدروا ما نقولوش بلاصتو، هي بلاصتو ديما كتكون، ولكن واش مازال كتعطى ليه هذيك القيمة ديال المسرح كيف ما كانت شحال هذه؟ هو المسرح هو أبو الفنون أكيد، يعني هو البو، ومنو كيتفرعوا الأبناء يعني إلا بغيتي تقول، يعني أن مكانة المسرح ما يمكن ليهاش تزعزع، ما يمكن ليهاش تغير نهائيا، طال الزمان أم قصور، يعني مكانة المسرح هي اللي كاينة، يعني ما يمكنش تغير، غير هما كيوقع واحد شوية ديال الفتور، بحال البحر، مرة كيكون هابط، مرة كيكون طالع، يعني الفترات كتجي شي سنوات كيكون فيها المسرح مزدهر، وكتجي عاوتاني شي اعوام يكون فيها المسرح شويه نازل. نعم. اما القيمه المسرحيه كتبقى.
نعم. سي احمد، انت من الناس اللي في بدايه الحلقه ربما مع زميل حسين قلنا انت من المحظوظين اللي شفناك ومازال كنشوفوك في الاعمال. كاين بزاف ديال الممثلين المغاربه اللي بكل صراحه يعني ما بقيناش كنشوفوهم من خلال التلفزيون، وخاصه انهم ممكن يعطيو، ممكن مازال عندهم ما يعطيو، ومازال انهم يعطيو داك كيف ما كنقولوا داك التمره الزوينه لداك العمل، جميله لداك العمل. فاليوم حنا ما بقيناش كنشوفوا هاد الناس. مثلا سي احمد الناجي الحمد لله ونتمنوك دائما التوفيق بعد الدوام، الصحه والعافيه، كنشوفوك في هاد الاعمال. واش هذه عندك علاقه يعني كتخدم على علاقات شخصيه مع مخرجين مباشره، ولا فقط من باب يعني انك وجه مالوف محبوب الناس كيعيطوا لك كمخرجين باش تشتغل معهم في هاد الاعمال؟ لا، هذا هو بيت القصيده استاذ حقيقه بصراحه. باش حنا دابا كنشوفوا الاعمال، بعض الاعمال كنشوفوها شويه هزيله. شنو السبب؟ ماشي هي التقنيه، ماشي هو تاليف سيناريو. المشكل اللي عندنا وهو التوزيع، الرجل المناسب في المكان، مع كامل الاسف. يعني بعض المرات كتشوف ادوار ديال شي ممثلين اللي حقيقه يتقنوا داك الدور بجداره واستحقاق، ولكن جالسين وجايين وحدين اخرين لا علاقه لهم بالميدان. هذا هو مشكلنا استاذ. نعم، لان التوزيع كيلعب يعني واحد تقريبا 70% بالنسبه للعمل. لانه اذا كان التوزيع جيد، يعني اللي في الدور اللي اللي اللي, اللي اللي في الدور يستحق، يعني الكاستينغ، الا وغادي يكون العمل ناجح 100%. نعم حسين. ما تفوتناش الفرصه حتى تواصل اكيد مع السي احمد الناجي. انا شخصيا تفرجت فيه، وانا صراحه اليوم جيت سعيد السي احمد الناجي وانك حاضر معنا من خلال قناه شاده تي في. صحيح هشام بجلون، صحيح. نعم، تفضل حسين. السي احمد الناجي، سيدي احمد، كما قال زميلي وصديقي هشام بن جلون، يعني انا فرحان انني تنتكلم معك، ولو سؤال واحد مهم نتكلم معك، مهم تبصم عندي في التاريخ ديالي والبالماريز ديالي انني تكلمت مع الممثل القدير احمد الناجي. هذا شرف لي يا استاذ. شرف لي، شرف لي سيدي احمد. سيدي احمد، تكلمتي قبيله على واحد، قلتي واحد الكلمه، واحد الجمله مهمه جدا. فوقيتكم كان الابداع، وأظن لا يختلف في ذلك اثنان. يعني علاش تنقولوا الإبداع؟ كنتو تتعطيو كل شيء من عندكم باش هذاك الشيء ينجح، هذاك البرودوي فينال باش يكون طوب، راه كل شيء على ذاك الفنان والتمثيل ديالو والأداء ديالو. علاش؟ لأن التقنيات كانت متواضعة جدا، لا تكلمنا على التصوير، لا تكلمنا على الإضاءة، لا تكلمنا على بزاف اللي الآن تتساهم في إبراز الموهبة. أنتم ما كانش عندكم التقنيات حتى جانب الإنتاج. صحيح، إذا كنتو أنتم وحتى المادة بين قوسين. نعم، الإنتاج كانت ناقصة. ما كاينش الفلوس. ما كاينش الفلوس، الدرهم ناقص شويه. اذا كنتو تتبدعوا لان كان خصكم تعطيو باش تنجحوا هذيك الصوره الاخرى وداك البرودوي فينال. اذا كان ابداع. ولكن قلتي واحد الجمله على اليوم، قلتي ما يسمى سميتيه بالابداع التجاري. نخليو ابداع راه كاين ولكن مرتبط بالتجاري. انا غير بغيت نسولك السي احمد ناجي، من خلال تجربتك الان وشاركتي في انتاجات تلفزيونيه سينمائيه في هذا العصر، هذا يعني في هذا الزمن، شكون اللي غالب، الابداع ولا التجاره؟ بكل صراحه شكون اللي غالب؟ لا، اللي غالب هو التجاره. يعني ما كاين ابداع الا كانت التجاره، يعني غير كور ودخل الفلوس وصافي. لا، هي ماشي انا كي قلت لك استاذ، ماشي قضيه تكور وعطي العور. لا لا، ماشي العور. هو قال العور يولي المشاهد. هو قال المثل كيف ما هو. التوزيع اللي ماشي في محله. شي هاد الاعمال دابا اللي كنشوفوا دابا جديده، لو انه كان التوزيع فيها كل واحد اللي يستحق الدور ياخذه من هاد الفنانه، لو كان الاعمال تكون ناجحه. ولكن المشكل اللي كاين وهو كتلقى عمل جيد مزيان، لا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه السيناريو ولا من ناحيه الاخراج، ولكن ملي كتجي التوزيع كتلقى جوج ممثلين ممتازين والربعين غير الله يعطينا بركتهم وصب. هذا هو المشكل اللي كاين. يعني داخله فيها صدقه وداخل فيها هذا صاحبي
وهذا صاحب صاحبي وهذا مدير شركة خصنا نديرو معاه سمو باش يعطينا نصوره في الشركة ديالو. يعني هذا هو المشكل اللي كيهلك هذا الميدان. وهذا الميدان مشكل ميدان إبداعي وفيه المحسوبية والزبونية في الكاسينغ راه مشكلة. ورا هذا هو هذا هو المشكل. أنا أظن سي أحمد الناجي أيضا الشباب تبارك الله يعني مخرجين كيطيروا التقنية. أنت كتشوف التصوير يعني هائل يعني ماشي هو التصوير ديال بكري ولكن يا أخي النصوص أنت تبارك الله كتشوف لو أنك شتي العمل ديال هذا الماضي لا يعود يعني أحداث عام 1962 يعني ذاك الزي القديم دوك السيارات القدام يعني الموضوع يعني شيق بدوك الفيلات وبدك شي القدام. ولكن المشكل خاص التوزيع هذا هو مشكل. يعني كانت التوزيع يعني كتلقى الأعمال جيدة ولكن كتلقى فيها واحد ثلاثة ولا أربعة العناصر جيدة ولكن تقريبا واحد العشرين ولا 15 ولا 12 كتلقاهم شوية غير مهم. سي أحمد الناجي قبل ما نختم معاك وندوز عند صديقي هشام واحترامي ليك الكبير سيدي أحمد، إلى الآن تعرض عليك واحد السيناريو، الآن أنت كهرم فني وتعرض عليك واحد السيناريو وذاك السيناريو فيه تخسر الهضرة، تقبل به؟ فيه إيش؟ تخسر الهضرة كلام ساقط يعني. لا ما نقبلوش لأن ما مربيش في هذيك القضية. إحنا كان سيدي عبد الله شكرون الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات اللي كنديروا شي حاجه اذاعيه كيجلس معنا وكينبداو نقيو لا هاد الكلمه لا 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 الراديو راه كاين عائلات كيسمعوا راه كاينين الناس صناع جالسين كيسمعوا راه كاينين الناس كبار يعني كنا كنقيو الكلام ما يمكنش باش يكون الكلام خايب. وانا بعدا انا السن ديالي ما يسمحليش بعدا نهضر لا بغض النظر على السن الرساله الفنيه بغض النظر على السن تبارك الله مازال نشوفوك ان شاء الله في اعمال واعمال ان شاء الله وابداعات كبيره. وفي نفس السياق هو سؤال قريب اللي كنت غنسول هو سؤال قريب اللي قال حسين اليوم الى عرضنا على السي احمد الناجي عمل مسرحي وعمل تلفزيوني وعمل اذاعي وبنفس الثمن شنو اللي تفضل؟ العمل التلفزيوني. علاش؟ هو المسرح كتلقى راحتك في التلفزيون اكثر. المسرح كيبغي القوه الجسمانيه وكي تبليغ لانه المسرح راه ماشي هو المسرح راه يمكن تدخل 3000 ولا 4000 وانت فوق الخشبه وخصك اخر واحد في الصف يوصلوا الكلام ديالك. يعني خص القوه لا الجسمانيه ولا الصوتيه ولا يعني كاين مجهود. يعني حنا دابا واحد السين اللي تلفزيون لا تلفزيون يمكن لك مشهد ما تكونش فيه ولكن كيتعاود كتبدا تعاود حتى كطيح مزيان. اما لا اكيد اكيد راح كيبغي شويه ديال يعني صراحه. تبارك الله عليك السي احمد الناجي بعد عمر طويل ان شاء الله وبعد اعمال ان شاء الله نشوفوك فيها بالشكل اللي بغيتي ومع الناس اللي بغيتي. ونتمنى وعاود نشوفوك مثلا مع السي محمد الجم كيف ما فايت شفناك في اعمال قبل ونشوفوكم في ربما في اعمال مشتركه وتقدروا تعطيوا واحد العمل فني جميل بكل صراحه. ايوا الله يهديه الله يهديه الله يهديه. انا الكلمه الاخيره ديالي وهي تبارك الله على مساء الخير يا مغرب القناه العجيبه اللي كانت لها ان شاء الله الاستمراريه. شكرا لك. شباب وليداتنا تبارك الله خدامين ويعني غدا من حسن الى احسن الحمد لله. رسالتك جميلة وتتلش صدر صراحة. شكرا جزيلا لك على هذا الكلام الطيب وكل هذا لأجلكم انتم مشاهدينا مشاهدي قناة شادة تي في في برنامج مساء الخير يا مغرب وفقرة بين الفن وكورونا. شكرا لك سي أحمد الناجي. شكرا جزيلا لك على مرورك وعلى تلبية الدعوة أنك حضرتي معنا اليوم.
شكرا لك. شكرا لك. اذا كيف ما الشيخ حسين يعني هرم من اهرام المسرح المغربي، ويعني شفنا تبارك الله في مختلف الاعمال وخاصه يعني مشاركاته الاذاعيه، وفاش كيكون احمد الناجي وكتسمع ذاك الجينيريك يقولك احمد الناجي يعني بواحد الطريقه بواحد نتمنى وربما نشوفوا مازال نشوفوا هذه الاعمال الاذاعيه، لان هي الاذاعه دائما تسبق الاصل بكل صراحه، تتبقى هرم، تهي هرم في الجسم أو في القطاع الإعلامي. وسي أحمد الناجي وأمثاله هم التاريخ الفني في المغرب. أكيد. ملي تنتكلموا على التاريخ في الفني في المغرب هم هاد الناس هادو. وأي قطاع ما عندوش تاريخ، ملي تنتكلم على القطاع أي قطاع، السياسة عندها تاريخ، الاجتماع عنده تاريخ، الرياضة عندها تاريخ، الفن عنده تاريخ، الثقافة عندها تاريخ. فتاريخ القطاع الفني هم هاد الناس نتهلاو فيهم. نعم. تصلوا فيهم البركه راه معاهم في القطاع الفني. وهذه حسين لا سمحتي ربما ايضا رساله الوزاره الوصيه على القطاع وكل المسؤولين على القطاع ديال الثقافه في المغرب، لان لما كنتكلموا على الثقافه مثلا كنشوفوا مغنيين اللي كياخذوا الدعم ديال وزاره الثقافه باش انهم ينتجوا اعمال غنائيه لهم، ربما وعلاش لا حنا نشوفوا ايضا فنانين اللي هما ممثلين اللي هما قدام ويكون داك دمجهم في اعمال ضروري باش تاخذ مثلا الدعم او وربما شي امر بحال هذه الامورات، لان البصمه ديال هاد الناس بحال نقولوا محمد الجم، نقولوا ايضا الفنانين كثار يعني نتمناو اننا نشوفوهم في اعمال اخرى ان شاء الله، وتقدر تكون بواحد الشكل جديد وربما علاش لا يكون شكل شبابي ونشوفهم مع شباب. نعم. وانا نقدر نمشي ابعد من ذلك خويا هشام، كاين الان واحد الصندوق ديال تدبير جائحه كورونا. هذا الصندوق هذا بين نجاعة ديالو، دائما أقولها ضربة معلم من جلالة الملك محمد السادس، ضربة معلم. أنا تنقول مثلا دابا القطاع الفني مثلا علاش ميدارش واحد الصندوق هو صندوق تدبير، صندوق تدبير أزمات الفنانين، لأن علاش؟ لأن صادفنا مواقف اللي بكاتنا اللي دخلت لنا الحزن الى قلوبنا، ملي تشوف فنان ادى واحد 20 سنه ديال العطاء الفني، كان انت من صغرك هو معك في التلفازه وتتفرح به، وملي تبكي في التلفازه تتبكي انت كذلك، وملي تفرح في التلفازه تتفرح انت كذلك، وشاغل لك وقتك الى اخره، وتتربي مع واحد العلاقه عاطفيه رائعه جدا من خلال التلفازه او السينما او اي او الاذاعه او اللي كان، وفي اخر المطاف الناس يجمعوا ليه مثلا باش يشريوا ليه برطبه ولا يديروا ليه عمليه جراحيه، يدار واحد الصندوق تحفظ الكرامه ديال هاد الناس في العوض ما يخرجوا فيديوهات ويتكلموا بانهم خصهم وخصهم، يدار واحد الصندوق في وزاره الثقافه ولا هذا. وهذو خويا حسين الا سمحتي من بين المطالب ديال بعض النقابات اللي كيشتغلوا على المجال الفني والثقافي، فمن بين المطالب ديالهم مثلا فاش كنقولوا بطاقه الفنان اللي كاينه بزاف عند الفنانين اللي هما المغاربه اللي عندهم ذاك البطاقه، يعني ممكن تكون واحد الاستفاده، وماشي لابد استفاده ماديه، تغطيه صحيه، شي امورات اللي ممكن الواحد فاش تيكبر في العمر كيحتاج انه يمشي للطبيب، انه يتداوى، انه كذا. وحنا دائما كنقولوا ان الفنان المغربي اليوم الفنان بصفه عامه هو عنده كرامه، وديك الكرامه ديالو، لان حنا فاش كنقولوا حنا دابا الصوره اللي واخدين على الفنان هو بالنسبه للبطاقه، انا تكلمت ابعد من ذلك، هو البطاقه ربما فيها واحد النوع ديال التغطيه. لا ما فيهاش ما كاينش تغطيه، ما كاينش تغطيه صحيه، وهذو ما عرفتش تنظن بان ربما فيها واحد النوع ديال التغطيه الصحيه، ما عرفتش ما كاينش، انا على حسب علمي ما كاين حتى شي تغطيه. غدا نجيبوا الخبر اليقين ان شاء الله، نجيبوا الخبر اليقين. انا اتكلم عن صندوق تكون فيه مساهمات من فنانين، من مخرجين، من اللي عندهم الفلوس ومسك عليهم الله تبارك الله، سواء في الغناء سواء في التمثيل سواء في الرسم الى اخره، وتكون مساهمات كذلك ديال الدوله من خلال وزاره الثقافه في واحد الصندوق، وهذيك المساهمات تبقى تحط كل سنه باش يكون واجد نهار شي واحد مرض وواقف ومحتاج ومسكين خصو عمليه ب 100 مليون ولا 50 مليون، الله يعافي الجميع، الصندوق كاين ماشي يدير فيديو، ولا مثلا ولاده ولا شي واحد يدير فيديو تقول فنان فلان. نعم. وحتى تنظيم حفلات، يعني كنشوفوا مثلا كيقولوا غنظموا هذه الحفله لصالح هذا الممثل او لهذا المغني اللي مسكين مريض ولا هذا، ممكن تكون سنويا اعمال الناس كيدخلوا كيشاهدوا ذاك العرض ويكون الفائده ديالو الفائده تتصدق مثلا. المهم على اي نتمنى ذلك، هي مجرد اقتراحات.